تكلم بالكلمه من سخط الله من غضب ربنا عليه مش عشان يضحك بها الناس بقى، لا يلقي لها بالا، ما يفكرش هتجرح مين، ما يراعيش احاسيس الاخرين. خدت بالك؟ طب ما بالك بقى لو كان هو فاهم وبيبحث عن التكسب، بيبحث عن السخره، بيبحث عن اللايك والشير، بيبحث عن جماهيريه، بيبحث بيغازل جهه ما. وانا بقول لحضرتك حاجه، التطرف تطرف، سواء كان الى اقصى اليمين او الى اقصى اليسار. نعم. خلي بالك يا استاذ احمد. نعم. احنا عانينا، انت عارف حضرتك، جت فتره الدوله عانت من المتطرفين اليمينيين المتشددين المنغلقين المتاجرين بالدين، وعانت ايضا من المتطرفين اليساريين اللي ركبوا موجه الحاجات انت عارفها، واشتغلوا ازاي تحت مسميات وكذا. والقضاء زي والعلمك زي اجهزتنا الامنيه اليقظه الواعيه، ما كشفت جماعات اهل الشر من التطرف اليميني هي فاطمه لجماعات اهل الشر من التطرف اليساري، وليس اقل خطوره من التطرف اليميني. ليه؟ دول وقود الجماعات المتطرفه. لما يطلع حد يهدم في الثوابت وينال من ثوابت الدين ويقول لك شوف بقى بصوا احنا مش بقول لكم، يبقى انتم مش عايزين دين، يبقى القصه اللي كان معاكم مش قدمتها، ده القصه بقى هنا مع. فيعطي فرصه لوقود الجماعات المتطرفه انها تشتغل. ولذلك احنا بنقول ايه؟ الوسطيه بتاعتنا. احنا لا افراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. لسنا مع التشدد ولسنا مع التسيب والانحراف القيمي والاخلاقي وجرح مشاعر الناس، فضلا بقى لو كان تطاول على رجال الدين، تفسير خاطئ للنصوص. كل واحد في الحته اللي بيفهم فيها، رجل الاقتصاد خليك في الاقتصاد واركز فيه، رجل الطب خليك في الطب واركز فيه، القضايا الدينيه ارجع لاهل الاختصاص. جرح مشاعر، خلي بالك الشعب المصري والشعوب العربيه متدينه بفطرتها. اخطر شيء انك تجرحه في دينه، في ثوابته، في قيمه. يا اخي حاجه تانية ما تنساش حاجه، مصر قائده طول في تاريخها في نشر حمل لواء الدين داخل مصر وخارج مصر. طب انا لو شوهت صوره رجل الدين العالم الخارجي اللي الان بيقف، اقسم لك بالله كم الطلبات. انا هديك نموذج، احنا عندنا السنه دي الاول مره في تاريخ الوزاره 11 موفد في المانيا شهر رمضان، 7 في كندا، ناس في ايطاليا، كل وبالمناسبه كثير من الدول بتطلب علمائنا على نفقتها بالكامل. طب ده لما انا اديله الصوره السلبيه، انا بدعم القوى الناعمه بتاعتي، انه مش عارف حاجه ومش فاهم في الدين، وانه طب هقول لك على حاجه يا استاذ احمد، ولا حافظ القران ولا يعني طب. لما تطلعوا كده يعني سياده الوزير وحضرتك رجل من العلماء الافاضل، هل لما بتشوف هذا الامر بتبقى زعلان، غضبان، متضايق؟ هقول لحضرتك يا استاذ احمد، طبعا فضلا عن عالم دين او مسؤول، انا كمواطن مصري كمواطن مصري يا اخي، المواطن المصري العادي اللي مش مسؤول ولا راجل دين ولا دعوه، لا يقبل ذلك على رجل الدين المصري. صح. الراجل المواطن العادي زعلان ما يرضاش ده. هقول لحضرتك بقى نقطة مهمة اختم لحضرتك بيها بقى. شوف الصورة الصح. أنا أشهد الله وأنا في رمضان، أشهد الله الواحد الأحد فيما أعلم أن مستوى أئمة الآن الأوقاف وحفاظ وقراء مصر الذين يحيون رمضان في مختلف دول العالم، أشهد الله لا اعلم نظيرا لهم ولا كفءا لهم في مستوى الحفظ والاداء. مجموع القراء المصريين لا مثيل لهم. نعم. هذه واحد. ووصلوا الى درجه من الاتقان، وسيشرف عدد كبير باذن الله منهم، سواء من الائمه او من غيرهم، من ده في اسر يا اخي، اسر تحفظ القران وتفهمه، دول هيشرفوا بتكريم سياده الرئيس ان شاء الله في احتفال الوزاره هذا العام. النقطة الثانية بقى، لو حد بيتابع على صفحة الوزارة وعلى صفحتي الشخصية، بدأت أكتب أئمة نفخر بهم وكاتبهم بالاسم وبمساجدهم، وروحوا اسمعوهم على المؤهلات اللي حصلوا عليها، على مستوى أدائهم، شباب يشرف العالم فهما ووعيا. طب هل احنا بنكتفي بده؟ لا، ده احنا بنعد برنامج
لا أعلم أن دولة أعدتها على الإطلاق لتأهيلهم عشان نبقى إيه؟ قادة الفكر الديني في العالم، قادة الفكر الديني الوسط المستنير في العالم. هل وأنا بعد كدولة بعد رجالي اللي يقودوا اللي العالم كله يثق فيهم يطلع حد يشوه الصورة بقصد أو بغفلة؟ طبعا ده كلام مرفوض وغير مقبول. وذاك حاجة تانية، أنا كتبت كتاب من هسعد إن أنا بعت لسيادتك نسخة منه، الشأن العام بين حرية الرأي ومسؤولية الكلمة. أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر، وتقف حريتك عند حدود حرية الآخرين. وليس من الدين ولا من الوطنية إنك تجرح مشاعر أهلك وناسك. أهلك وناسك